الوراق منطقة بتبص على كورنيش النيل تابعة لمحافظة الجيزة، بتضم وراق العرب والحضر وجزيرة الوراق وعزبة المفتي وعزبة الخلايف. وبيتقال إن أصل وراق العرب لما مجموعة من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام جم مصر مع عمرو بن العاص ما بين 20 و21 هجرية، وطلبوا منه الإقامة في المنطقة وزراعتها لأن أرضها خصبة وجنب النيل. ويمكن ده اللي بيفسر وجود أضرحة كتير في وراق العرب، أضرحة مشهورة زي ضريح سيدي عبد العزيز وسيدي خليل وسيدي البشندي. لكن أكتر حاجة بيفتخر بيها أهالي الوراق إن منطقتهم هي اللي أنجبت الشيخ محمد أبو الفضل الجزاوي اللي تولى مشيخة الأزهر سنة 1917 لحد ما توفاه الله سنة 1927. معاني يا سامح حريدي، يعني أنت بنت شاعر ومسميكي معاني، حبيتي اسمك مؤخراً؟ يعني مؤخراً بدأت أحس إن أنا اسمي مختلف فبدأت أحبه. أنت سميتها معاني، المعاني ليه يا سامح؟ هو معاني ليه؟ أنا كان حد من اللي لهم فضل عليا الموسيقار محمد قبيل رحمة الله عليه، وكان بيكتب في مجلة أكتوبر وعامل عمود اسمه معاني، وهو ليه بنت اسمها معاني فعلا. معاني محمد قبيل. أنا لفت انتباهي الاسم من ناحية، ومن ناحية تانية أنا كنت بحب الأستاذ محمد وحبيت الفكرة نفسها إن شاعر يكون بنته اسمها معاني. أنت في التعليم دلوقتي؟ في ثالثة حقوق. هتاخدي الليسانس ده السنة الجاية؟ ليسانس إن شاء الله. طب لو أسألك سؤال، يعني مثلا أسألك على الرزق اللي بيجي لك من المحل مثلا، تقدر تجاوبني شعريا عن البيزنس، عن إنك فاتح محل، تقول لي إيه؟ هو أنا بقول شعريا، بقول مطرح ما تاخدنا اللقمة نروح، نرتاح إزاي والبال مجروح، نتعب أو نشقى ماهيش فارقة، إحنا بنتهنى بستر الروح. طيب انا مبسوطه قوي ان انتوا عرفتوني عليكم النهارده. ربنا يخليكم.